في فرق لما المدرب يبقى من وجهة نظرك كلاعب، يعني المدرب لما يبقى عايزك تبقى موجود اعتقد ان هو بيبقى افضل ليك كلاعب بكتير من ان هو ما يبقاش عايزك او تبقى الإدارة بس اللي عايزاك. Yeah, look, I think it's بالتأكيد always important أعتقد when the coach دور المدرب هام للغاية ويجعل يجعلك تشعر بالثقة وتشعر أنك متفهم لكل الظروف. الجميع يريدك في النادي، الاستقبال الذي حظيت به أن الجميع حتى الجمهور كان يريدني، وكان هذا ربما توافق جمعي ليس فقط المدرب، ولكن أنا شعرت بذلك أن الجميع يريدني أن أأتي إلى هنا، وهذا جعلني أشعر بسعادة. على الرغم من أن وجودك كان سر يعني في الأول، قعدت يوم أو يومين وبعد كده انتشر في كل حتة، ولكن كان سر، كان سر، تحس أن يعني الناس صورتك فوق من برج الجزيرة، وأنت لو فاكر اللقطة اللي كان سمير بيجيبها لنا من شوية، الناس صورتك من برج الجزيرة، فكنا عاملين النادي الأهلي كان عامل يعني كان حطك في الأمم زي ما بيقولوا، أو يعني مخبيك. نعم، أعتقد في الانتقالات الجميع يود أن يكون سرا ربما في البداية، ولكن عندما تنطلق الشائعات فالجميع ينضم إلى الحوارات وأن يكون لهم رأي ربما، وهناك توقعات بالتأكيد في البداية وكيف سيشترك وكيف سينضم وكيف سيتأقلم، ولكن أعتقد أن هذه كانت خطوة جيدة بالنسبة لي، وأنا متحمس لأن أرى إلى أين سأذهب وسأساهم مع الفريق.